سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلاميلي. كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير واموركم هانيه. اذا كنت جديد على القناه نقول لكم مرحبا بك، واذا كنت من اهل الدار الدار دارك. اذا كنتوا باقيين عاقلين على سؤال حلقتنا الماضيه كان هو شكون هي اول امراه في الاسلام توفات، فجوابكم انقسم الى اثنين، هناك اللي قال لي سيدتنا خديجه رضي الله عنها، وهناك من قال الصحابيه الجليله سميه بنت خياط. والجواب الصحيح ما بين هذ الاثنين هو سمية أم الصحابي عمار بن ياسر رضي الله عنهم، اللي هي أول من استشهدت في سبيل الله من النساء، وكانت من الأوائل اللي دخلوا في الإسلام واتبعوا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في الدعوة ديالو. وهذه بغيتكم تعقلوا عليها مزيان. من غير هذا الشيء عندي لكم بشارة خير، محبي الحكايات الدينية بغيت نقول لكم أبشروا، لأنه في رمضان إن شاء الله إذا طول مولانا في العمر وتيسرت الأمور غادي نحكي لكم السيرة النبوية من الأول إلى الآخر اللي غادي تكون بشكل يومي. تيقوني بلي أنه هذا التحدي غادي يكون جد 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 صعيب وما تقدروش تخيلوا قداش، لأني أم وزوجة وصانعة محتوى فوق هذا الشيء كله، وغادي يكون صعيب علي هذا الأمر بزاف باش أنا نقدر نوضب عليه يوميا، ولكن في سبيل سيرة الحبيب أنا متأكدة بلي أنه كل شيء غادي يكون سهل بإذن الله تعالى. علمتكم على سيسا باش الحاضر يعلم الغايب. ودابا بدون مقدمات خليني نقول لكم بلي أنه سؤال حلقتنا الليلة غادي نخليه لكم هو الأخير، ما تعطلش عليكم أكثر ونقول لكم لنبدأ. كيف كتعرفوا تكلمت لكم بزاف على القصة ديال الأنبياء، لكن في هذه الحلقة غادي نحكي لكم على بداية الخلق، كيفاش بدأ الخلق. شوفوا مولانا أول حاجة خلقها هي العرش، من بعدها خلق القلم، وتكلم وسول مولانا شنو نكتب، أمر مولانا باش أنه يكتب ما كان وما سيكون إلى قيام الساعة. ومن بعد 50,000 سنة خلق مولانا السماوات السبع والأراضين السبع في 6 أيام. من بعد خلق مولانا مخلوقات لسماهم بالجن، منهم المؤمن ومنهم الكافر، فلما سعوا في الأرض فسادا أمر الله الملائكة ديالو باش أنهم يبعدوهم. وهنا تعددات الأقاويل على شكون هو أصل إبليس. ورد في الإسرائيليات، واللي ما عارف شنو هما الإسرائيليات، فهم ما نقل من أحاديث التوراة والإنجيل، وكتستخدم هذه الكلمة نتاع الإسرائيليات باش يوصفوا شي حديث ضعيف أو غير موثوق، وسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لنا ما تصدقوها ما تكذبوها. المهم الإسرائيليات ورد فيها بلي أنه كان كيتسمى إبليس بعزازيل قبل ما يعصي مولانا. في كتاب ابن كثير نتاع البداية والنهاية اللي أصلا معتمد على هذه الحلقة كلها نتاع اليوم، ففي الفصل ديال خلق الجن وقصة الشيطان أنه بزاف من علماء التفسير قالوا بلي أنه الجن خلقهم مولانا قبل خلق سيدنا آدم بسنين طويلة، وكان تسكن الأرض قبل الجن وقبل الإنس هما الحن والبن. واللي أول مرة كيسمع بهذا الأسماء فهما خلق من خلق الله تعالى، ماشي من البشر وماشي من الجن، خلقوا قبل الجن واستوطنوا هذه الأرض في أزمان اللي هي خابرة، فقتلوا بعضهم البعض وارتكبوا المعاصي وسفكوا الدماء وعصوا مولانا حتى غادي يسلط عليهم رب العزة الجن، فقتلوهم وشردوهم ومسقوهم. من بعد وقعت واحد المعركة اللي كانت كبيرة على الأرض ما بين الحن والبن من جهة والجن من جهة واحدة أخرى، فتقابلوا الطرفان في مواجهات عنيفة وحاسمة اللي غادي تسالي بانتصار الجن على الحن والبن. ومن هذاك الوقت غبرات هاد المخلوقات، وحتى حد ما كيعرف هل تمت الإبادة ديالهم نهائيا أو لهربوا إلى مكان ما في هاد الكون. بين قوسين هناك من يعتقد بلي أنه يأجوج ومأجوج هم بأنفسهم هاد الحن والبن اللي هربوا لجبال قوقاز من بعد ما خسروا المعركة مع الجن، وعاود بانوا بعد نزول البشر للأرض وفتكوا بقبائل الإنس حتى جازوا القرنين وحج جزهم خلف السد اللي شيد من الحديد والنحاس واللي غادي يخرجوا في آخر الزمان. والحلقة غادي تلقاوها عندي على القناة اللي كنهضر فيها على يأجوج ومأجوج، لقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالحن والبن كانوا قبل تكليف الله لعباده، وهذا الشيء قبل نزول التشريع، ولكن ابن كثير ما ذكرش الشكل أو للمعلومات الدالة عليهم. ومن الأدلة على وجود أقوام اللي كانت شبيهة بالإنس فداك الشيء اللي اكتشفوه العلماء عام 1994 من عظام اللي كيرجع الآثار ديالها لربعات ديال 1,400,000 عام، وهذا الشيء اللي نفى النظرية ديال داروين اللي قال بلي أنه أصل الإنسان هو قرد. ومن الأدلة اللي استدلوا بها العلماء على وجود أقوام قبل الجن لقوله تعالى وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً
قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. وهذه الآية الكريمة كتبين لنا بلي أن هناك مخلوقات قبل من آدم لسفكة الدماء، واللي عارفين بلي أنه الجن كانوا قبل خلق آدم، ولكن الجن ما عندهمش الدم. أما إبليس من الملائكة وخلق من النور أو من الجن، خلق من مارج من نار ومعناها من طرف اللهب. كاين واحد الرأي اللي تيقول بلي أنه من الملائكة، والجن كان طائفة من الملائكة، وعزازيل قبل ما يعصي مولانا كان عابد، وجعلوا مولانا على خزائن الجنان ورسلوا مع الملائكة باش يقضيو على الحن والبن ويكونوا عظة لكل من عصى مولانا من الجن. لكن لما خلق الله آدم وأمر إبليس باش يسجد ليه، حس بالكبرياء والتعالي، فاش لقى آدم مازال خاوي، مازال ما فخش فيه مولانا الروح، وتوعد بالإهلاك ليه، كان كيتحداه. لما مولانا نفخ فيه الروح وأمر الملائكة بالسجود، سجدوا إلا إبليس لقوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. كاين واحد الرأي واحد آخر مؤيد اللي تيقول بلي أنه إبليس من الملائكة، ولو كان ما كانش منهم ما كانش غادي يأمروا مولانا بالسجود. أما الرأي اللي كيعارض والمنافي تيقول بلي أنه إبليس هو من الجن، استنادا لقوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وهنا ورد بالتفصيل بلي انه ابليس من الجن وعصى الامر ديال مولانا بالسجود لادم فعاقبه مولانا. فكيفاش غادي يكون ابليس من الملائكه وفي القران الله تقول: قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال ابن كثير في التفسير ديالو: ما كان ابليس من الملائكه طرفه عين، وانه اصل الجن كما ان ادم عليه السلام هو اصل البشر. وكل ما ورد من اقاويل بلي ان ابليس هو من الملائكه والجن هو طائفه منهم فهي من الاسرائيليات. وكيف ما قال الحسن البصري بلي انه سيدنا ادم هو اصل البشر، فخطب الله الملائكه ديالو بلي سيجعل في الارض خليفه. سورة الملائكه على هاد الحكمه اللي دار مولانا، ماشي سورة على سبيل الاعتراض خلق ادم، لقوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. الملائكة ما كانتش عارفة بلي أنهم من نسل آدم غادي يخرجوا الأنبياء والصالحون والشهداء واللي تيوحدوا مولانا واللي تيصلحوا في الأرض. مولانا غادي أمر واحد الملك اللي غادي يجمع من تراب الأرض ومنه خلق آدم، منهم الأبيض والأسود والأحمر والأصفر، ولو بشر مختلفين في الأشكال ديالهم والطباع ديالهم، منا الصالح ومنا الطالح. فخلق مولانا آدم من تراب وفزكوا بالماء حتى ولا طين من حمأ مسنون، وشكل الصورة ديالو كدوز سنين حتى ولا صلصالا كالفخار أجوف ما فيش الروح. وخلق يوم الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سيد محمد عليه الصلاة والسلام قال: خير يوم طلعت عليه الشمس هو يوم الجمعة اللي فيه خلق آدم،
وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. فمن تكريم الله تعالى الآدم عليه السلام أن الله خلقه من يديه ونفخ فيه من الروح دياله وخلى الملائكة تسجد ليه سجود تكريم لا عبادة وعلموا الأسماء كلها لقوله تعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وفي قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. لما سجدت الملائكة امتثالا لأمر ديال مولانا وامتنع إبليس عن استجابة الأمر الله، وهذا كان من باب التكبر كيف قلنا من قبل، فمولانا عاقبه وخرجوا من الملأ الأعلى. وفرصكم بأنه إبليس كان يعيش مع الملائكة فاش ما كانش عاصيا لله لقوله تعالى: قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. غير وهنا إبليس ما طلبش مولانا أنه يغفر ليه، ولكن طلب منه باش أن ينظره الله إلى يوم البعث وتوعد بني آدم بالإغراء ديالهم والتضليل ديالهم، وأعطاه مولانا هذه الفرصة إلى يوم البعث إلا أو باستثناء عباد الله المخلصين اللي ما يقدرش يتمكن منهم وما غيكونش ليه عليهم سلطان ببساطة حيتاش هما مع ربي. فخرجوا مولانا مذموم وتوعد الله باش أنه يعمر جهنم منه ومن الذرية ديال آدم وكل من تبعه لقوله تعالى: قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين. ولكن سيدنا آدم دخل الله الجنة كيتنعم بها وتأكل من الثمار ديالها، ولكن حس براسه بوحده وهو صفت ليه مولانا النومة. لما فاق لقى حواء وسولها شكونتي، قالت ليه بلي هي امرأة خلقها الله لتسكن إليها. سولت الملائكة آدم عن الاسم تاع ديك المرأة، فجاوبهم عليه السلام بلي أن الاسم ديالها حواء. وقالت ليه الملائكة: وعلاش حواء؟ قال ليهم: حيتاش خلقت من شيء حي، خلقت حواء من ضلع آدم، وسكنوا بزوج في الجنة كيتوانسوا مع بعضهم وكيتنعموا بنعيم الجنة إلا واحد الشجرة وحدة اللي نهاهم مولانا عليها باش أنهم يقربوش منها ولا يأكلوا منها. وهنا قال لهم مولانا بلي الشيطان غادي يوسوس لكم وبلي هو لكم عدو مبين. دازت السنين على امتثال آدم وحواء على الأوامر ديال مولانا، لكن إبليس غادي يتقرب منهم وغادي يقول لهم لقوله تعالى: وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وهنا غادي يستجبوا للوسوسه ديال الشيطان، فبدات لهما سوءتهما وبداو كياخذوا من ورق الاشجار باش انهم يخطوا رؤوسهم. لما خلفوا هذا الامر ديال مولانا بداو كيستغفروا الله لقوله تعالى: قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. مولانا غادي يقبل التوبة ديالهم، ولكن أمرهم باش أنهم ينزلوا من الجنة للأرض، وهكذا خرج حواء وآدم من نعيم الجنة ومعهم إبليس. ويقال بلأنه آدم وحواء كل واحد منهم نزل على مكان في الأرض وعاد غادي يتلاقوا، ولكن آدم ما قدرش ينسى العصيان ديالو لمولانا، ولكن بكى ورجع لمولانا وطلب التوبة، وجات عنده ذرية اللي كانت بداية للخالقة اللي وصلت ليومنا هذا. أما ذرية إبليس فتكثرت وتزادت العداوة، ولكن من اتبع طريق الهدى طريق ديال مولانا وشريعة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ربي غادي يحفظه من كل الفتن والشرور. وهذه كانت حلقتنا الليلة، كنتمنى أنكم تكونوا استفدتوا منها. بلاتي ما تمشيوش، باقي مازال سؤال حلقتنا اليوم اللي بغيتكم تجاوبوني عليه لتحت في التعاليق، راني شحرت معكم واحد شوية. شنو هي الألوان للتذكرات في سورة البقرة؟ باش نسهل عليكم الجواب نتاع هذا السؤال، تذكرات ثلاثة ديال الألوان حتى تخليو ليا لتحت شنو هما. دمتم في رعاية الله وحفظه، نتلاقاو بعد غدا. سلام سلام.